السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فلقد قص الله عز وجل علينا في كتابه الكريم قصص الأنبياء والمرسلين لنأخذ منها الدروس والعبر ولتقوية إيمان المؤمنين وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وغير ذلك من الحكم العظيمة. قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومن هؤلاء الرسل الذين قص الله عز وجل علينا قصصهم في كتابه الكريم يونس عليه السلام. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وخلاصة قصتي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أرسله إلى أهل نينوى، إلى أهل نينوى بأرض الموصل بأرض العراق، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا وكفروا به، فخرج غاضبا قبل أن يأذن الله عز وجل له بالخروج، فركب البحر فماجت الأمواج أو هاجت الأمواج بهذه السفينة وكادوا أن يغرقوا جميعاً، فتشاوروا فيما بينهم أهل السفينة ففكروا أن يسقطوا بعض الأشخاص من هذه السفينة حتى يتخففوا من حملها، فعملوا قرعة فوقعت القرعة على يونس عليه السلام على أنه يسبح في هذا البحر وينزل من السفينة، فأعادوا القرعة مرة ثانية فخرجت على يونس عليه السلام لما يريده الله عز وجل به من الحكم العظيمة، فأراد أن يخلع ثيابه وأن يرمي نفسه بالبحر، فاقترعوا للمرة الثالثة فخرجت على يونس عليه السلام فرمى بنفسه في البحر، و أرسل الله عز وجل حوتاً عظيماً وأمره الله عز وجل ألا يأكل ليونس لحماً ولا يحشم له عظماً، فابتلعه الحوت، فلما وصل إلى جوف الحوت ظن أنه مات، فحرك بعض أعضائه فتحركت، فخر ساجداً لله تعالى وقال: يا رب اتخذت لك مسجداً في مكان لم يعبدك أحد فيه. ثم إن الله جل وعلا أمر الحوت أن يقذفه على شاطئ البحر، فقذفه الحوت على شاطئ البحر ولم يأكل له لحماً ولم يهشم له عظماً، فخرج من الحوت كالفرخ الممعوط من البيضة من التعب ومن الجوع، فقيض الله له شجرة اليقطين فأظلته بظلها، مع أن هذا المكان الذي قذفه فيه الحوت ليس فيه شجر ولا شيء. ثم إن الله جل وعلا من عليه فتاب وأرسله إلى قومه مرة ثانية فآمن به 100,000 أو يزيدون كما ورد في الآيات الكريمات. أيها الإخوة الأفاضل، من القصص والعبر المستفادة من قصة نبي الله
يونس عليه السلام أولا أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، قال سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال المفسرون: الظلمات ظلمات ثلاث، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت. فالفرج مع الكرب ومع العسر يسرا، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. ثانيا من القصص ومن العبر المستفادة من قصة نبي الله يونس عليه السلام أن تقوى الله جل وعلا نجاة للعبد في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثالثا استجابة الله تعالى لعبده ونبي يونس عليه السلام، فإن يونس لما اشتد به الكرب دعا ربه جل وعلا فاستجاب الله تعالى له، وكذلك حال المؤمنين إذا وقعوا في الشدائد ولجوا إلى ربهم جل وعلا فإن الله تعالى ينجيهم. جاء في سنن الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوا الذنون وهو في بطن الحوت أن قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. رابعا لطف الله تعالى بعبده ونبيه يونس عليه السلام، فإن الحوت لما قذفه إلى شاطئ البحر هيأ الله جل وعلا له شجرة اليقطين، قيل إنها شجرة القرع وأغصانها كثيرة وظلها بارد، قال بعضهم إن ثمرت هذه القرع أو اليقطين يؤكل من أول خروجه إلى نهاية خروجه، ويؤكل ببزره وبقشره ونيا ومطبوخا كما ذكروا ذلك. خامسا قدرة الله تعالى المطلقة، فهو سبحانه الذي أمر الحوت ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما، قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سادسا أن العبد المؤمن قد يعاقب في الدنيا بسبب ذنبه، قال سبحانه: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.